معاك ده يا سنوسي. التمثال اياه لحقت تخلصه؟ ده الفرعون هيفرح بيك قوي. عارف تكلفته كام التمثال ده يا همان؟ اكيد كتير. 30 كيلو ذهب و250 حجر كريم من زمرد وياقوت وفاروز. اشوف. مستحيل حد يشوفه قبل الفرعون. بصفتي رئيس الشرطة لازم اشوف اي حاجة داخل قصر الفرعون. بصفتي كبير المهندسين المعماريين وكبير الفنانين التشكيليين في القطر بقولك محدش هيشوف التمثال ده قبل الفرعون. طب ايه رأيك بقى اني مش هدخلك؟ طب ايه رأيك بقى اني هروح بالتمثال ولما الفرعون يسأل عليه هقول له همان مرضيش يدخلني. انت بتزعل بسرعة من الهزار كده ليه؟ ما تدخل يا سنوسي، اكيد تحفة فنية رائعة، نفسي اشوفه. ماشي يا سنوسي، مش عاوز ترهوني هردها لك. بتحرجني وسط رجالي؟ طيب. طول عمري بحلم ان يبقى فيه تمثال لإزيس من الذهب الخالص ومرصع بالاحجار الكريمه، كل اللي يشوفه ينبهر من جماله. إزيس رمز الخير والحب والجمال، اكيد انت يا سنوسي اكتر واحد ممكن يتقن عمل تمثال زي ده. انا متاكد انه هيعجب الفرعون. ارفع الستار عن التمثال. ايه رايك يا همان في العمل اللي قام بيه سنوسي؟ هو عمل رائع. شكرا يا همان. بس ايزيس ما كانتش حوله. فعلا يا سنوسي دي حوله. وانا بركب الابانوس في نني العين الشمال الفتحه رحلت يمين شويه، لكن مفيش لكن. تمثال بالتكلفه دي هيتحط في مدخل القصر بتاعي، لازم يكون ما فيهوش غلطه. انت عاوز الناس تضحك عليها وهم داخلين؟ ده خطأ غير ملحوظ. وعلى ما اعتقد ان الطرحين في العين مديه جمال وسحر غير عادي. بتحاول تصلح ايه بعد ما عكتها؟ خد التمثال يا سنوسي وصلح الخطأ اللي فيه. لو كنت وريتهوني قبل ما تدخل ما كانش حصل اللي حصل. يعني كنت هتلبسها نظارة؟ هذه عينك، خذها وضعها في وجهك وليصبح تمثال إيزيس دليلك في طريق الخير. هنقول الكلام ده وانت بتضحك عليه علشان تستولى على التمثال وتخرج بيه من المعمل. يا سنوحي طريقة التمثيل دي خلصت من زمان، وبصراحة بقى انا مش هعرف امثل دور في العرض. انا امثل دور اللص ده انا ما بعرفش امثل خالص. هتمثل وهتقف على مسرح المعبد تقول الدور اللي انا كاتبه بكل قوة، وصوتك يجلجل في المكان والناس تسقف لك. ناس؟ انا هقف على المسرح وجلجل والناس تسقف لي؟ ده انا كنت اموت في جلدي، ويوم ما امثل اطلع بدور حرامي. المسرحية اللي انا مألفها كده؟ لا مستحيل. ولما تعرف اني اخدت موافقة الفرعون اننا نعرض المسرحية بتاعتي في حفلة عيد القطر وهو بنفسه هيحضرها. ده يخليني ارفض بشدة. لو اصريت اني انا اللي امثل الدور هبوظ لك المسرحية. انا ممثل فاشل يا سنوحي، فاشل 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 فاشل. انت هتمثل دور اللص وتيتي شيري هتمثل دور ازيس. ازيس دي تمثال. في لحظة هنطفي النور ونبدل التمثال بتيتي شيري. وتيتي شيري وافقت؟ لا طبعا، انا هاخد دور اللص وحابي ياخد دور إيزيس. دور اللص اكبر في المسرحية، ده هو البطل. المسرحية اسمها إيزيس الجميلة، يعني انت البطلة للمسرحية باسمها. بالمنظر ده المسرحية هتفشل، لنا ولا تيتي شيري ننفع نمثل دور اللص. انا عايزة امثل بس مش دور تمثال، افضل واقفة كده طول الوقت متسمرة زي المسلة. انا عايزة دور فيه انفعالات، دور مؤثر يهز الناس. تيتي شيري اصبر. امي انت من علمتيني معنى الحنان، يا منح الدعاية والحماية والامان. جاء اليوم لأعبر لك عن مدى حبي وتقديري، فأنت الدفء في ليلة عاصفة، أنت القلب الذي يفيض بالحب، يا من أتمنى رضاها،
من أسعى لإسعادها. ها أنا ابنتك أقدم لك هديتي المتواضعة، تمثال إيزيس، رمز الخير والحب والجمال لأكثر إنسانة في الوجود يملأ قلبها الخير والحب والجمال. دي انت هايلة، انت لازم تعملي دور ايزيس في المسرحية. ايزيس لا، اعمل دور اللص، انت ما شفتنيش وانا مجرمة. اتفرجوا على الاجرام ازاي. اسمع بقى يا سيدي، احنا نجيب المخترع الفاشل اللي اسمه حابي يعمل لنا كم تجربة من بتوعه تتسبب في فرقعة، تشغل الحرس وندخل نستولى على التمثال. شفت المخمخة؟ ايه الفشل ده؟ انتي فاكراها مسرحية مضحكة؟ دي مسرحية هيشوفها الفرعون. عايزة تقولي قدامه المخترع حابي الفاشل؟ هاي ايه رأيك يا همام؟ تعال شوف. لا ما انا شفته بره. هايل. وازاي يا سنوسي توري حد التمثال قبلي؟ مفيش غير حام هو اللي يقدر يقوم بدور اللص في المسرحية، وحيأديه ببراعة وطبيعية. وتفتكر حيوافق؟ ايه اللي حيخليه يرفض؟ لما يعرف ان الفرعون حيكرم الممثلين اللي حيشتركوا في المسرحية. ما يمكن ما بيعرفش يمثل زيي. احنا مش عايزينه يمثل، احنا عايزينه يبقى طبيعي. لو حام وافق يمثل دور اللص، انا موافق امثل دور رئيس الحرس. محدش يقتحم البيت، انا مسلم نفسي. شفت الطبيعية؟ الفكرة حلوة، وانا ممكن اساعدكم واقوم بدور اللص في المسرحية، بس اخاف للناس تاخد عني يعني فكرة وحشة ولا حاجة. ما تقلقش، الناس عارفة مين حامو كويس. وشوف نفسك بقى وانت تاني يوم نازل في مجلة الحائط والفرعون بيكرمك. يا سلام يا اولاد، لو تمثال ايزيس اللي في قصر الفرعون هو اللي يتسرق في المسرحية. ومين حيوافق يدينا التمثال نمثل بيه؟ الفرعون نفسه. موافق طب، بس التمثال هيكون في عهدة همام، ده يعتبر ثروة لازم نحافظ عليها. يعني أنا همثل دور رئيس الشرطة في المسرحية؟ لا أنا اللي همثل دور رئيس الشرطة. وفي رئيس شرطة في سنك؟ يعني هو التمثال هيتسرق بجد؟ ده تمثيل يا همام. والعرض هيكون جاهز في الاحتفال بعيد القطن. ومين هيقوم بدور إيزيس؟ تيتي شيل. ابني يا سنوحي، ده دور عمرك، هو حد هيعرف يكلمك بعد كده؟ ده انت هتبقي مشهورة ولا إيزيس نفسها. ممكن بقى نبدأ البروفات. التمثال هيكون مكان تيتي شيري، اقصد هنا، ورئيس الحرس هيكون واقف هنا. هو حابي هيمثل دور رئيس الحرس. هقبض عليك في نهاية المسرحية، أنا وسنوحي رئيس الشرطة. حامو هيتسحب كده ويوصل للتمثال ويشيله ويطلع بيه بره المسرح أثناء ما رئيس الشرطة بيكلم رئيس الحرس. لو الحكاية كده ما كانش في حد غلب، السرقة مش ممكن تتم بالبساطة دي، لازم الحرامي يواجه معاناة في السرقة. ازاي؟ يعني ممكن يتخفى ويلبس لبس عامل نظافة ويستنى لما رئيس الشرطة والحرس يمشوا وبعدين يخرج بالتمثال. هو ده الاقناع. شفتوا الطبيعية؟ مش قلتلكم وجود حامو معانا هينفعنا كتير. وافرض بقى حامو خد التمثال وهرب بيه بجد. ما هو ده المطلوب. انت ما قريتش بقيت المسرحية ولا ايه؟ انا مش مهم اقرا المسرحية، المشهد ده بس.
الحرس مسؤول عن حماية تمثال إيزيس، وهذا صديقي رئيس الشرطة يساعدني في أداء مهمتي. ما للسماء تقتصد اليوم في مصايبها؟ دي مسرحية تانية يا سنوحي، انت مش حافظ ولا ايه؟ شكلك هتودينا في داهية. تأمل يا رئيس الحرس روعة وجمال تمثال إيزيس. هي أنا ذا إيزيس الجميلة، أسعى لنشر الحب بين الناس. تأملوني جيدا وأنا أدخل البهجة على قلوب البشر. تعال يا صديقي أحكي لك عن آخر مرة حاول اللصوص سرقة التمثال. كنت واقفا هنا أحاكي رئيس الحرس كما أحادثك الآن، وفجأة دخل لص متخفي في زي عامل نظافة، واقترب من تمثال إيزيس الغالي ورفعه وخرج به دون أن تصل. عندما نظرنا إلى المكان التالي لم نجده في مكانه، فأصابنا الضار. ولكن التمثال اختفى فعلا يا رئيس الشرطة. إنه سرق، علينا أن نعيده. ابو هبلولي لو حد يلحقني. انطلقي يا خيول في اتجاه اللص، فيجب أن نعيد التمثال إلى قصر الفرعون. يا عم المتقمص، ده اللص سرق التمثال بجد. هيروح مني فين؟ حجيبه حجيب، ده أنا رئيس الشرطة والأجر على الله. على ما يخلصوا العرض هيكون أنا لميت حاجتي وخلعت من البلد كلها، وابقوا دوروا بقى عليا. ايه ده؟ ايه اللي خلاكم تسيبوا العرض وتيجوا؟ سلم نفسك يا حامو، البيت محاصر. سلم تمثال إيزيس، ما تحاولش الهرب. دي فرصة العمر، محدش هيقدر يمنعني من الهرب. وبعدوا بقى عن طريقي. وهكذا استطاع رئيس الشرطة بمعاونة رئيس الحرس إعادة تمثال إيزيس إلى مكانه. ايه ده؟ هو العرض مستمر لغاية بيتي كمان؟ قوم حي الجمهور، انت ما قريتش المسرحية الأخيرة ولا ايه يا حامو؟